يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الخميس طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة وعلى السواحل الشمالية وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلاً طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وعلى كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على معظم محافظات ومدن الجمهورية، البداية من القاهرة فيه درجة حرارة العظمى 29 والصغرى 21 والجو فيها مائل للحرارة، في الإسكندرية 28-20 وفي مطروح 28-20 وفي بورسعيد 28-23 والجو مائل للحرارة، في إسماعيلية 31-19. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 30 درجة والصغرى 20، وفي العريش 29-20 مائل للحرارة، في طابة 29-23، في شرم الشيخ 33-25 وفي الغردقة 32-24. بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 34 درجة والصغرى 23 والجو حار، في أسوان 35-24، في الوادي الجديد 33-20، في حلايب 30-23، وأخيرا في شلاتين 33-24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.